يا مساء العسل، يا مساء السكر، يا مساء السعادة. تسألوني إيه السعادة؟ أقول لكم إن يبقى عندك صحبة تحس كده إنها بالدنيا وما فيها، إن يبقى عندك صحبة تقول لك النصيحة وتبقى خايفة عليك وتبقى بتحبك، إن يبقى عندك صحبة تبص بس كده هوت في وشها وتشوف ضحكتها تحس إن الدنيا فتحت في وشك. ومين صاحبتي غير القمر والعسل روجينا؟ ومين منورنا معاها غير جوزها دكتور أشرف زكي؟ والله منورينا جدا، واحنا مبسوطين ان انتوا جيتوا لنا النهارده في البيت. لا طبعا ما نقدرش. شايف معارفي؟ شايف صاحبتي جوزها نقيب الممثلين جاي لك بيتك؟ شايف معارفي شياكه وقلقه ازاي؟ والله ما كنت مصدق. سبحان الله، كل اصحابه صيع وضيع. يا نهار، شايف اصحابه؟ عيب يا شيمو. شايف دي نصايح ليك يا شيمو. لا صح، ما دايما تقول لي حافظي عليه. ما انت مش قادره تمسكي نفسك اهو. هاديه ونادي بس بشوف شكله بتعصب. عرفتي اللي كنت بحكولك؟ صدقتيني؟ استحملي. وهي مش شافت حاجه. ماشي. انا عايزه اقول لك بس ايه التيشيرتات الجامده دي؟ شفتي؟ تفصيل والله. ما الدوجي اللي جايبهم لي. لا طب هو حب اهو. مامته بتفصل لنا، مامته قرفانه في عيشتنا فبنكبر بخاطرها وبنلبس اي حاجه بتعمل. يعني قلنا يلا. دول وحشين؟ اهيلين فظاع. والله مش لاقيين اصلا هدوم مقاسنا ولا مقاس اصلا. بس بقى ايه اللي بس بقى؟ بس بقى يعني صاحبتي عشان صاحبتي سمباتيك تكشفني قدامها. طب قولي لي يا روجي ايه اكتر حاجه بتسعدك في الدنيا؟ ايه شيمو السؤال الصعب ده؟ يعني طب هسهله لك شويه. اه يعني قولي لي كده دكتور اشرف لما بيحب يبسطك ويسعدك بيعمل ايه؟ يعني انا مثلا لما الدوجي لما يحب يبسطني يقوم يرقص لي ويرقص لي كرش ووريهم يا ماجي. اهو 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 يعني اهو. سوري يا بابي مثل. سوري ان انا جايباك مع عند صاحبتي العظيمه دي اللي بترقص كرش صح جوزها. لا والله ما اوعى اكون بعرك قدام جوزي. لا مش قوي بس اهدي. خلاص بعرك. انت عرتينا فعل ماضي. هو اوريدي حصل. والله ده على طبيعتنا والله انا وهي. اه طبعا طبعا بس مش قوي كده. انا اول ما بخرج يعني اروح الشغل روجينا تبقى سعيده جدا. لا لا ما تعرفش دي صاحبة دي بتقعد تعيط بالدموع. ده انا عايزه اقول لك مثلا مره انا وهي رحنا جمصه كانت شغاله معاك بالفيديو مسج 24 ساعه. ولا تنكره؟ لا تنكري؟ لا لا ما انكرش. طب هي بتعمل ايه بقى؟ هي بتعمل لك ايه بتخلي تسعدك؟ تطبخ لي. ايوه شغاله يعني شوشو بالظبط. اكل بقى بتعرف تطبخ يعني؟ اه بيض مسلوق. البيض المقلي. البيض المقلي. اي حاجه فيها اه لا بصي يا اشرف اشرف نفسي بيضتين مقليين. كنا في مره راجعين من السفر وبعدين بقالنا كتير قوي كنا غايبين يعني فدكتور اشرف يعني ربنا كتر خيره يعني جالنا لما حضرتك ما رضيتش تيجي تاخدنا من المطار. فدكتور اشرف لما جه وصلنا راح ايه بقى تخيل شوف مراته بقى اما شافها قال لها انا نفسي في ايه؟ مش بقى زيك بقى عايز فتة كوارع وحاجات متعبه. راجل بسيط وعسل وسلس. ما قاليش انا قال لك انت. ايوه قال لي انا مش هقول له انت هتخليه يتخانق معايا. ما انا بقول قال لك انت خلي جوزك يقول لي انا عايز بيض ليه؟ جوزك يقول لي عايز بيض ليه؟ عقل الكلمه دي ثقه دي ثقه. انت واثقه فيا وواثقه في جوزي. جوزي مش واثق في نفسه. ماشي وحتى امي ماشي. طيب خلاص بس فقال لي بقى ان هو عايز بيض بصراحه. اه فديت له بيض. فايه قولوا لنا بقى هم لما بيزعلوني في البيت او يضايقوني البنات او اشرف بيصالحوني بايه؟ بشوكولاته. اه غلبانه والله عسل قوي فانبسط قوي قوي قوي. اكتر حاجه بتسعدني. طب وانت لو زعلتي حد منهم بتصالحيه؟ والله عمري ما زعلت حد فيهم مثلا يعني. واضح واضح. لا ما بزعلش حد. تزعل الخفيف ده انا عارفاك انت حساسه يعني ممكن اصلا تبقي نسيتي تقولي حد صباح الخير فتفضلي شايله الهم انك انت مزعلاه. فيعني مثلا يعني بصي وشها شبه الملاك. بصي المنظر. بصي الملاك. زعل مين؟ ده احنا كل اللي بيشوفنا بيقول علينا توأم اساسا. وانا شبهها. انا ملاك. توأم سيامي. توأم السيامي. انا ملاك. انا ساعات بتلخبط فيهم يعني. انا بتلخبط. بروح المسرح وانا مطلع انا قاعد متلخبط دلوقتي. الاقي شيماء بدارك في كده روجينا. روجينا. صح؟ اه طبعا. جوزك صريح ما شاء الله. انس. طب قول لي يا دكتور اشرف انت ايه اللي بيحقق لك السعاده بقى في الحياه عموما؟ الاجازات.
اذا كان في اجازات. الاجازات بقى ونخرج مع بعض ونتعشى بقى ليله مع بعض. يعني بتحبوا السفر؟ بتحبوا تسافروا مع بعض؟ طبعا. يعني تروحوا فين؟ احنا بقى كلنا قاعدين. كلنا قاعدين على السفره في رمضان تحديدا. حلو ده. ونتفرج على المسلسلات مع بعض وعلى برنامج بتاع شيماء مع بعض. يعني حاجات كده يعني. بس يعني بس روجينا كانت بتشتكي من حاجه وانا لازم اقولها لك. هي خجوله ومش راضيه تقولها. بيني وبينك ولا تقوليها؟ لا هقولها لك عادي كده، الناس كلها حبايبنا. هي كانت بتقعد تقول لي ان حتى في عز ما انتم مسافرين بتبقى مهتم بشغلك وماسك التليفون 24 ساعه وما بتبقاش فاضي تقعد معاهم، وهي يعني بتبقى زعلانه ومستها تفضل باصه في وشك كده وانت سايبها وباصص في التليفون كده كده كده. فده ينفع؟ طب اعمل ايه؟ دي فتنه يا شيمو. لا مش بقول عشان يخلي باله، ما انت بتقولي فتنه في قلبي. طيب اعمل ايه بالقدر؟ طب انت ايه اكتر انواع الشوكولاته اللي بتحبيها؟ بحبها بالدارك لا باللوز بالسكر المحروق. يا ولد انت يا عسل. ايوه بقى. ايه يا خلاص فتاكل البندق وبعدين السكر المحروق يبدا يدوب. لا دي بص، ده الحساس ده بقى، ده الحساس ده مالكش دعوه بيه، ده في حته لوحده. ده عايش كده في بالونه على شكل قلب. بتضرب دي بقى، بتضرب قلب الشوكولاته كده، بتقطمه حتتين وبتاخده كده مره واحده، والشاي لحوس ويلغوص. انا من حبها فيها طبعا. انا امال انا بأمرت اللي انت عملته. ايوه صح. خلاص بقى. خلاص لا خلاص. مش خلاص يا حبيبي، خلاص نسيت والله ما في حاجه. طب انا هقول لكم على حاجه. كنا في شهر العسل. ضرب كميه شوكولاته وبعدين قال لي لا بص تعالى انا هوريك. أيوه. اللي عمله فيا. تعالى بص بقى شوشو، انا عامل لك حته مفاجاه. خلص يا مادي بقى، انا ما بحبش المفاجات. احنا رايحين فين؟ انا جايبك مصنع السعاده. يا راجل ايه مصنع السعاده؟ يعني رايحين فين يعني؟ انا جايبك مصنع شوكولاته. ايه؟ والله احلف والله العظيم. وحياه مامتك. وحياه مامتي، هتدخلي تاكلي اللي انت عايزاه. ايه ده مصنع؟ يلا يا مادي يلا. يلا مادي انت داخل كده عادي؟ في ايه؟ انا مسيطر. ما تلاقيش مسيطر انت زي كل مره بتقعد تقول مسيطر. يا بنتي انا مكلم واحد صاحبي هنا. ما تلاقيش. بقول لك مسيطر ما تلاقيش. متاكد يعني هيدخلنا عادي؟ ايوه طبعا. بس يا مادي انا شايفه واحده ست جوه مش صاحبك خالص. ايوه ايه المشكله يعني؟ انت هتخشي دلوقتي تلغيها، كلمي معايا كده وانا الغيها. احنا جايين نسرق. مش هنسرق. نسرق ايه؟ بقول لك انا مسيطر ما تلاقيش. ماشي يا مادي. خلاص ماشي خشي. ولا انت شغاله من زمان ولا بالواسطه؟ انت ليه شعرك خفيف كده من النص؟ ممكن تجيبي زيت خروع وتفركي كده فيبقى حلو صح؟ ذيس از شوكولاته فاكتوري. يلا يلا صاحبي اداني رنه دلوقتي. خلاص اوكي. ولا اوكي يور جراتسي بيرفكت. ثانك يو. يلا يا شوش. ايه يلا هناكل جوه. هناكل جوه. يلا اوكي ماي هات. اوكي ثانك يو. ثانك يو. يلا يا شوش يلا. هوبا. تعالى يا شوشو. انت معاك الكارت؟ ايوه اصبري. ده انت قعدت انا الاول. ايوه ايوه. هاتي الكارت. هاتي الكارت. مبسوطه يا شوشو؟ قوي قوي يا مدودي. ايه رايك بقى؟ جايبك في قلب المصنع. جواه. قلب مصنع شوكولاته. هقعد اكل شوكولاته لحد ما اشبع. انت تنتشري في المكان. ايوه يا ماجي. الشوكولاته يا ماجي. اديها بقى كلي براحتك. ايوه. ايه؟ حلوه؟ ايه؟ حلوه. حلوه قوي. حلوه قوي. حلوه يا ولاد اللعيبه. ايه يا دودو ده؟ تعالى نروح لوحده تعالى. مش هبيع عشان لحظه. تعالى يلا روح. يلا الحقي يا مادي الشوكولاته جبتك. لا روح انت بقى.
هلو هلو انت يا اختي واقفه بتعملي ايه هنا؟ يعني كوزو عربيت ليتل عربيت ليتل انجلش اي 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 You want to take some? Okay. I can pick anything. But yeah. This one? Yeah. Okay, pick one here and one here. You can. Okay. Yeah. Okay. How you pay every month? You. يا شوشو وان مانت انا يا مادي بص الولاد مش بقى قدامي الشوكولاته كل اللي بتاكل شوكولاته اكلينا معاك اوكي يا مادي اللي هناك ساده 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 اديني بالبوندو هلو هولا ناكل ايه ايوه دي ساده الدرك تدي بتخسر انا ممكن دلوقتي مادي اقف في البوكس حلو قوي انا مش هاخد كتير عشان ما بوظفوش الدنيا والله حاجات صغيره مادي هات من هنا اوكي هات من هنا انا ممكن اخد واحده من هنا هناخد واحده بسيطه بس هناخد حاجات بسيطه مش هناخد كتير عشان ما بوظفوش الشغل عشان ما بوظفوش الحاجات انت عارفه احنا عارفين انكم يعني كده يا ثانك يو فور ذيس كادو ثانك يو ثانك يو تعالى يا مادي ايوه على اللي بعده على اللي بعده خش على اللي بعده الحق يا مادي مادي عايز تحط فوقي كده ويحط فوقي شوكولاته انا هتبرد جنبك كده هعمل لك ماسك شوكولاته كلك على بعض I love chocolate طب احنا عايزين منها دي يلا يلا نروح ناخدها اما تطلع من البتاع يا مادي العب يا مادي دي الصوابع اللي احنا بنحبها ايوه ايوه دي الكريسبي دي قول اوب بقى بص تعالى كده ايه قول اوب اول ما السكه تنزل من غير ما تبص الله احنا ناخد من كل قطعيه صف الله يا مادي ده اللي هي عارف اللي هي الماشيه دي ايوه يعني بتفهم انت برضو بليز قبلتي انت يا ولاد الو دي ما بتردش علينا يا حاجة خلاص يا حبيبتي انا اخد الشوكولاتة كلها ان شاء الله ما ترديتي when my husband speak with you you مجبرة listen to him اوكي مش معنى ان انت يعني بتحط لنا الشوكولاتة خلاص ان احنا هنخاف مني no no my dear This is protocol. بقى okay. بس كده انت لغيها وانا همسك. اوكي. تعالى الوليه دي مش هتبص لنا بالشوكولاته تعالى امشي من عندها. وي جو. فلتينا. امشي يا ماجي ما انت بتعزف يا ماشي اللي انت بتعمله ده تحفه قوي اعمل لف وشكله دي هايله يا ماشي هيبدا حلوه قوي توزيع يا ماشي يا مادي انا مبسوطه قوي يا مادي ميرسي يا مدودي قوي على اليوم ده بجد من اسعد ايام حياتي انت عارف يا مادي انا مبسوطه النهارده اكتر من يوم فرحنا انت متخيل عشان يوم فرحنا امك كانت معايا فيه النهارده انا وانت وبس بجد انا مبسوطه قوي بس يا مادي تفتكر احنا من كتر الشوكولاته اللي كانها دي ممكن ندخل يعني ما تحسش كده ان احنا ممكن الجناب تضرب بزياده ان احنا بناكل على القاعد عارف احنا واقفين ممكن تنجر في رجلنا فالسمانه تتظبط هو ايه اللي ما ترد عليا انا مبسوطه قوي بجد انت غيرت لي المود بتاعي اتشالنج
ماجي انت بترد عليا ليه؟ ماجي مجدودي ايه ده؟ ماجي انت نمت حماش افتكرتك جت غيبوبة سكر قبضتني عليه قبضتني قلت لك 100 مره ما تخدنيش كده فعلا محتاجين ايه؟ عايزه اقول لك ان انتوا عملتوا حاجه جديده في شهر العسل ما حدش عملها ولا هيعملها ما هو بسببي دي فكرتك ايه فكرتك اه انا الموديها ما كانت فكره مهببه وكان شهر عسل اسود على دماغه ده جاله بعدها غيبوبه سكر قعد يرجع على الثلاث ايام لما قرفني يا رسول وقعد تمسح وحاجه نيه ايه القرف ده طب انتوا احكوا لنا على شهر العسل بتاعك عملتوا فيه ايه في شهر العسل ما عملناش شهر عسل يعني ربنا يرحمك لا رحنا قعدنا في اوتيل اي اهو يومين في مصر ولا بره لا في مصر في شبرمان بتكلم بجد والله العظيم بجد ده شهر عسل الامكانيات لا تسمح شهر عسل في شبرمان تبنى بقول لك انا صارف بقى كانت لسه طالعه كانت لسه طالعه لسه مكتشفينها والله رحنا قعدنا في اوتيل كام يوم كده في شبرمان وفيو تحفه طبعا وكلنا حاجه زباله هو بس انا عايز اقول موتنا. انا بس عايز اقول لكم على حاجه بقينا نكلم اصحابنا يجيبوا لنا اوف ما هو اصلا اللي انت بتقول ده غير منطقي يعني شبر منط ما ينفعش يجي قبلها اوتيل يعني هي خلاص تلغي ما بعدها لا 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 في بجد حاجات كويسه طب ليش يعني كويسه من وجهه نظر اللحظه طب اشمعنى اخترت شبر منط ما هو احنا كنا رايحين كان في مشاكل ماديه كرداسه وكان في هناك حظر يعني كانت مقارنه بين كرداسه وشبرمان اخترت شبرمان بعد عناء بس اتبسطتوا قوي جدا صح أوه. بس اهم حاجه انكم تبقوا مع بعض وتبقوا سعداء صح طب قولوا لي كده ايه الاكتر لحظه عدت عليكم في حياتكم الزوجيه كلها تفتكروها حسيتوا ان اللحظه دي ان انتوا قعدتوا كده مع بعض اخر اليوم كده على السرير وقعدتوا تقولوا الحمد لله يا رب ويا رب يديم علينا السعاده كل يوم بنقول الحمد لله طبعا يا رب طبعا لا اشرف عنده مقوله اقول لها احنا عيله ايه اول ما نقوم بنبوس بعض وقبل ما ننام بنبوس بعض ما انا قلت والله والله انا قلت يعني ايه بصي صباح الخير بنبوس بعض يا حبيبي مساء الخير تصبح على خير بجد اه تاكل طب وبقيت اليوم فاضي لا اه بقيت اليوم بنجهز نفسنا زي انا وماجي بالظبط برضو كده يعني مش محتاجين نقول لكم صباح الخير اه انت بعد الخير اي حرش والله يا يا شيمو كده جوزي يقول اتعلم منك الحاجات دي لا خلاص بيبوسني في راسي زي الحاجه بالظبط يا ما تقلقوش ايه رايك في الجزمه دي دي اللي جبتيها شوف طول الوقت بتفكر عيد الحب طب قولي له هو جاب لي ايه في عيد الحب؟ جبت لها ايه في الفالنتاين؟ انا بحرجك قدام الناس. ثانية نعم نسي؟ نعم احنا لسه من كده كابل تليفون كابل تليفون طب والله بس كابل تليفون بس حلو كابل تليفون مش فكر فيك وشافك قال لي ما انا بجيب لك احتياجاتك اهو طب والله العظيم معاك حق ايه اللي معاك حق معاك حق في ايه؟ ما انت جبت لي برضه حاجة انا محتاجاها ايه هي؟ مش هينفع اقول بعشر رقابه بس هي حاجه كانت فكت مني وبتقع فجاب لي حاجه وعليها قلوب غير الموضوع بقى غير الموضوع ماشي طب ايه طب هقول لك حاجه ايه اغلى حاجه جابها انتوا فهمتوا ايه ده قصدي شراب غير الموضوع ليه اغلى هديه جابها لك بقى ايه لا اغلى ماديا ولا اغلى هديه ساعدتني كده ماديا او كده وكده ماديا طيب ماديا ماديا لما اشرف اتجوزني ما جابليش خاتم جواز اوكي تمام بعد سنين طويله كل جوازاتي كده بعد سنين طويله جاب لي الخاتم ده ما شاء الله ما شاء الله طب قولوا لي بقى الشهرة جت في وقت من الاوقات حسيتوا ان هي بتاثر شويه على سعادتكم او ان انتوا مش عارفين تبسطوا تبقوا واخدين راحتكم اه طبعا 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 عمري لا بالعكس ده انا بشوف انه ببقى مبسوطه قوي قوي بمحبه الناس بشوف ان دي نعمه من عند ربنا
بشوف انه لا من حق الناس وانا قاعده في اي حته تيجي وتتصور معايا حتى لو انا متضايقه بحاول افك من ده بيساعدني. لا بس في وقت بتبقى عايزه تقعدي لوحدك. اقعد في بيتي. في بيتي. عايزه اقعد بره لوحدي. لما اخرج بره لازم ابقى مؤهله نفسيا ان انا ممكن لا اقابل يعني اي حد. يعني خلينا نتفق ان الشهره برضو بتاخد يعني على قد ما هي يعني حلوة. فيها كل المكاسب الدنيا لكن بتأيدك في حاجات. طب كلمونا شويه عن ولادكم. ساعدتكم بيهم ايه وبتحسوا بايه لما بتشوفوهم ما شاء الله بيكبروا وهيبقوا بنات عرايس كده حلوين وشويه شويه خلاص هيتجوزوا؟ ايوه. حاسين بايه؟ ايوه. ويا ترى كمان ساعدتكم بتتاثر بان هم مبسوطين او في طبعًا. حاجه مضايقاهم ولا ايه؟ ساعدتنا مرتبطه بيهم. جدا. عايزه اقول لك انه دلوقتي بقت فعلا يعني انا بتكلم عن نفسي هو اكيد اشرف كده. انا سعادتي دلوقتي بقت لما اشوفهم هم مبسوطين. لما احس ان انا بعمل لهم حاجه وتبسطهم. لما بيتضايقوا ببقى متوتره جدا ومتضايقه ومش عايزاهم يبقوا متضايقين. لا هم بقت الحياه هم. انا عايزه اقول لك انت بتشوف السعاده ان انت لما تكون ممثل اكتر ولا تكون نقيب السينمائيين وتشوف مشاكلهم؟ دي سعادة ودي سعادة. ايه يعني دي سعادة من نوع ودي سعادة من نوع. انهي اكتر؟ لا ما فيهاش اكتر يعني. هو انا ببقى سعيد جدا لما بقدر اعمل لحد حاجة. ما دي مسؤولية. ببقى سعيد جدا. تمام. يعني انا مرة اقول لك على حاجة. انا مرة كنت ماسك منصب مهم جدا. اوكي. واول يوم هروح المنصب ده بكرة. تمام. ولابس بقى وبتاع العربيه بسواق وبتاع. وانا بركب العربيه كلمني واحد قال لي الحقنا ابويا مات. قمت رايح له المستشفى وما رحتش المنصب وتربع لا الدفنه ومش عارف. بس كنت سعيد جدا ان انا واقف معاه وان انا اديت واجبي ومنسيت يعني ايوه انت كده سعيد في الحته دي برضو. لكن التمثيل ان انت دي الحاجه يعني انا يعني الاساسيه دي مهنتي يعني طبعا. انا مش مهنتي نقيب. صح. يعني النقيب دي مرحلة من حياتي بعمل تطوعي لا نتقاضى عليه أجر ما نتقاضاش عليه أي حاجة لخدمة الزملاء. عموما القعدة الحلوة عمرها ما هتخلص ولا السعادة في وجودهم ما هتخلص. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ببيتي أنا ومدوجي جوزي. استنونا.